ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستجرد اسم نقابة الأطباء الرئيس فيها من جنسيتها التركية بعدما عارضت النقابة علنا العملية العسكرية في سوريا. يأتي هذا في الوقت الذي طالب البرلمان الأوروبي الحكومة التركية بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد والتي تستخدم دريعة لاعتقال معارضين وصحفيين بشكل تعسفي، منددا بتدهور وضع دولة القانون في تركيا. ندد البرلمان الأوروبي بتدهور وضع دولة القانون في تركيا مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحفيين في مشهد يعتبر تعسفيا. وتبنى النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الأيدي قرارا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ حيال تدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا. واعتبر البرلمان أن حالة الطوارئ التي أعلنت منذ محاولة التمرد الفاشلة في يوليو 2016 تستخدم حاليا لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الأمن القومي. كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني نددت بتمديد حالة الطوارئ وقالت إن التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير. كما أدان الاتحاد الأوروبي حملة الاعتقالات الأخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا. وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ أيضا للتداعيات الإنسانية لهذا الهجوم محذرا من الاستمرار في أعمال غير متكافئة. واستمرارا لحالة التعسف بحق المعارضين، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستجرد اسم نقابة الأطباء الرئيسية فيها من كلمة التركية بعدما عارضت النقابة علنا العملية العسكرية في عفرين. وكان أردوغان قد دعا في وقت سابق الحكومة إلى اتخاذ إجراء ضد اسم النقابة بعدما اعتقل 11 من كبار أعضائها بسبب معارضتهم للعملية العسكرية. ويرى مراقبون أن القضية الأخيرة ستفاقم من الوضع السيء بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.